بالنسبه لي انا ان انا ادخل الشغل ده كان جديد عليا لكل ذوي الاحتياجات. انا اشتغلت مع الصم والبكم، اشتغلت مع المبصرين، لكن في الحقيقه ان انا اشتغل مع ذوي الاحتياجات كان جديد عليا. عديت نفسي حوالي 3 شهور بقى في قوالب فنيه، هو ده اللي كان بالنسبه لي على شكل مسرح، ويكون مسرح هم في دمج من خلالهم ويبقى القالب قالب مسرحي تماما. كان بالنسبه لي هو ده الجديد. يا سلام يا سلام على دي ايام العرض كان معانا 12 ذوي احتياجات، تاني عرض كان معانا 24 ذوي احتياجات، احنا واصلين هنا ل 33 ذوي احتياجات. عايز اقول لك ان العرض القادم لينا في 68 واحد ذوي احتياجات. مسرح برضو مسرح ورد وياسمين عن مصر برضو. انا نفسي اعمل حاجات كتير قوي، لسه مدرب رقص،